تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. شيكابالا ظالم ام مظلوم؟ جماهير النادي الاهلي غلطانه ولا معاها حق؟ هنحكي الحكايه من البدايه للنهايه. من 20 سنة شيكابالا كان لسه صغنون كتكوت امور على السور في نادي الزمالك. سواء النادي الاهلي طرف في مباراه او مش في طرف في مباراه، النادي الاهلي ما بيلعبش امام الزمالك، الزمالك بيلعب امام انبي، امام حرس الحدود، امام سموحه، في اي بطوله ما. كان بعد المباراه مباشره، سواء المباراه بثلاث نقط او المباراه ببطوله كاس مصر او في اي حاجه، او في ان شاء الله حتى في دوره ابو عجوه، كان يتوجه شيكابالا لجماهير التراس الزمالك في التالتة يمين ويقول ويغني معاهم ابطال على مين يا مش عارف ايه، تعالوا شوفوا التالتة يمين بيقولوا ان احنا مش عارف ايه وايه، والاغنيه اللي انتوا عارفينها، وهات يا شتايم في النادي الاهلي وانسوا، من غير ما حد يكلمه. يعني انت بتتريق على اغنيه جماهير النادي الاهلي عاملاها، جمهور نادي الاهلي عامل اغنيه على فريقه، تمام؟ انت طالع تتريق على الاغنيه اللي النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي عاملاها تكريما لناديها، حلو كده؟ حلو كده. جماهير النادي الاهلي ردت على شيكابالا الشتيم، قالت له ام شيكا ولدت يلا نروح لها، ناخد درع الدوري ونحطه زي ما كلنا عارفين. طبعا كده غلط وكده غلط، ولكن من بدأ الموضوع من البداية؟ شيكابالا ولا النادي الأهلي؟ شيكابالا. طيب اشمعنى شيكابالا هو اللي بيتشتم؟ يعني ما تشتمش ليه عبد الواحد ولا عبد المنصف ولا أي لاعب من لاعبي نادي الزمالك في الجيل السابق أو الجيل الحالي؟ اشمعنى شيكابالا بس اللي بيتشتم؟ عشان شيكابالا هو اللي بيرد على جماهير النادي الاهلي، او هو اللي بيفتعل المشاكل على جماهير النادي الاهلي. طيب ما تيجوا نسمع كده شيكابالا في اخر فيديو ليه او في فيديو قريب مش من بعيد وهو صوته طالع وبيشتم جماهير النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع. بس قبل ما نسمع ما تنساش تعملنا لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. ما تنساش المشاركة بتاعتك للفيديو بتاعنا على اكونتك، مهمة جدا جدا جدا. يلا نطلع نسمع ونشوف شيكا زبالة قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بالصوت والصوره شيكابالا قال ايه على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. طيب معلش بقى، انا كجمهور بلاقي واحد طالع يشتمني، انا هعمل له ايه؟ هطبطب عليه؟ هسقف له؟ هقول له برافو عليك؟ ولعلمكم الموضوع ده لا يسقط بالتقادم، يعني مش عشان مر عليه وقت يبقى ينتهي، لا انت خلاص جعلت بيني ما بينك خصومه، مش هسيبك غير لما تعتذري، مش هتركك غير لما تعتذري. انت طالع تشتم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ليه؟ طيب مش منتظر رد فعل. انا لو انا دلوقتي قلت ادب على حضراتكم، مش انتوا هتردوا عليا في الكومنتات؟ هتردوا عليا؟ اصل معلش يعني كل بني ادم له كرامه وله احترام لنفسه قبل ما يكون احترامه للاخرين. لما انا بلاقي واحد ما بيحترمنيش انا هحترمه ازاي؟ شيكابالا هو من بدا التنمر على جماهير النادي الاهلي. طيب ما تيجوا كده اسمعكم واوريكم حاجه تانيه جمهور الزمالك عملها مع عماد متعب اللي عمره ما غلط في واحد زملكاوي. جماهير نادي الزمالك ايام ما كان متعب بيلعب، ايام ما كان هاريهم وكفيهم على وشهم،
عملوا يافطه كبيره مثلث مش عارف ايه متعب والاهلي ويارا تناوله المحصنات وتناوله زوجته بكلام مش محترم، على الرغم ان عماد متعب عمره ما غلط في نادي الزمالك، عمره ما قال كلمه وحشه على نادي الزمالك، عمره ما يعني ما شتم لا مرتضى ولا لعيبه ولا اي حاجه. تناولوه بالتنمر وما شفتش زملكاوي واحد طالع يقول عيب اللي انتوا بتعملوه ده. مين بقى المتنمر؟ جماهير نادي الزمالك ولا جماهير نادي الاهلي؟ جماهير نادي الزمالك اللي اتنمرت على لاعب محترم وقدوه ومثال حي للروح الرياضيه اللي عمره ما غلط في حد، ولا شيكابالا اللي راح شتم هو وبدا بقله الادب على جماهير النادي الاهلي؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف جماهير نادي الزمالك قالت ايه على عماد متعب والنادي الاهلي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. وانا بعتذر جدا جدا الكلام المسف اللي هتسمعوه ده من جماهير لا يعني ما يعني اكتر واقل وصف ممكن توصفوا بيه ان هم جماهير غير محترمه. نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل. سمعنا الهراء وقلة الأدب؟ سمعنا مين اللي بادئ بالشتيمة وقلة الأدب؟ فين اتحاد الكورة وقتها؟ لا حياة المنتونية. فين إعلاميين النص لبة اللي طالعين اليومين دول، أحمد جمالات والعالي الهفق دول وهزاز الروس، فين دول؟ ما يقولوش للكيل، ما يقولوش للعالم دي عيب ليه؟ ما يقولولهمش ليه ابن متعب ده رمز كبير من الكرة المصرية ورمز كبير للنادي الاهلي اللي عمره ما تطور في حق الزمالك، وطالعين تشتموه وزعلانين من رد فعل جماهير النادي الاهلي تجاه واحد راح هو شتمهم؟ يا ابني ما حدش يقدر يتحدى جماهير النادي الاهلي. لو اهلاوي ما يقدرش يتحدى جماهير النادي الاهلي، انت زملكاوي طالع تتحداهم وتشتمهم؟ ما انت هتتداس يا حبيبي، ما حدش يقف قدام القطر برجليه، ما حدش يقف قدام القضبان بتاعت القطر ويقول انا قوي، هيتداس وهيتفرم. النادي الاهلي وجماهيره اقوى واكبر واعظم من اي حد خلقه ربنا، حتى لو كان الشخص ده اهلاوي. ما ينفعش ان انت تتحدى جمهور النادي الاهلي يا شيكابالا. لو انت باقي على كرامتك وباقي على شرفك وباقي على كبريائك، مش عيب ان انت تطلع تعتذر لجماهير النادي الاهلي، تقول انا اسف انا غلطت في حقكم كتير وعفى الله عما سلف وانا مسامحكم في الغلط اللي انتوا غلطتوه فيا اللي كان رد فعل تجاه الكلام اللي انا كنت بقوله. صدقني جماهير النادي الاهلي هتنسى اللي فات وخلاص وهتسيبك في حالك. انما طول ما انت بتقل ادبك وتنزل على ستوري وانت بتغني مع الجماهير ابطال عالمي، ده دي قله ادب. وخايف تنزل الفيديو ومنزل الصوره، حتى ما عندكش الشجاعه ان انت ده غير بقى الحركه الوسخه اللي عملتها في السوبر الافريقي وكلنا في السوبر المصري كلنا عارفينها، الحركه اللي انت عملتها لجماهير النادي الاهلي. انتهى الفيديو بتاعنا، عرفنا مين الظالم ومين المظلوم، مين قليل الادب ومين المحترم، مين الجماهير اللي بتتنمر وتثابت ومحدش قال لها حاجه، ومين اللي بيتكلم على الرد الفعل مش الفعل. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك، ومشاركتكم مهمه جدا 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 لينا. شاركنا، شارك الفيديو ده على الفيسبوك عندك على اكونتك، واكتب من فوق شيكابالا ظالم ولا مظلوم، الحكايه من البدايه للنهايه، وتعرف مين اللي ظالم ومين اللي مظلوم، مين اللي معاه حق ومين اللي ما عندهوش حق، مين اللي عنده مظلومية ومين اللي بيتشدق بالمظلومية. بشكركم شكرا جزيلا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.